الرئيس علي عبد الله صالح هو عبد ربه منصور هادي، وعبد ربه منصور هادي هو الرئيس علي عبد الله صالح. ماذا قال هذا الرجل العظيم؟ قال لهم: أنا لا أريد انتقال سلمي للسلطة، لأنني أعرف تماما إنكم ستنقلوا اليوم وستتمردون غدا، وستقولوا ستة يعني 60 يوما انتهت فترتك يا عبد ربه، يا عبد ربه منصور هادي، روح بعد صاحبك. ناهيك عن أن المؤتمر الشعبي سوف يستقبل هذا الكلام بردود فعل غاضبة وصاخبة، وتحول إلى بدل ما هو تكتل واحد يقوده الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي، سيصبح تجمعات، وبالتالي سوف تتمزق البلاد. يعني بقاء الرئيس علي عبد الله صالح، قال: أنا أطالب بتفويض بقرار جمهوري، أحاوركم وأتفق معكم ونتبادل التنازلات، ويكون هذا الحوار تحت إشراف دولي. وعلي عبد الله صالح لا يدخل فيه. أنتم تقولوا لا تستطيعوا أن تجلسوا مع علي عبد، يا إخواني هؤلاء نموا في مائدة علي عبد الله صالح الذي يتنكر اليوم لهذا الرئيس، والذي عملوا فيها العمائل. لكن هل سمعتم بأن علي عبد الله صالح فقد أعصابه وزق البلد في حرب واستخدم القوة؟ بالتأكيد هو ما زال يضغط على أعصابه، رغم أنه إذا قال فعل. ما زال يعني 70% من القوات المسلحة والأمن تأثمر بأوامر الرئيس علي عبد الله صالح، هذا بالتقدير المتواضع. وما زال علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي الذي يحظى بتأييد الملايين. طبعا أعود إلى محافظة أبين، أبين البطلة التي أنجبت سالم ربيع علي الرئيس السابق، هذا الرجل الذي دخل إلى قلوب الناس وعقولهم، وكان فعلا في مقدمة الثوار الذين انتصروا لثورة 14 أكتوبر المجيدة. أبين التي أنجبت محمد علي هيثم رئيس وزراء الشطر الجنوبي سابقا رحمه الله، أبين التي أنجبت حسين عشال قائد الجيش الذي كان واحد من مناضلي ثورة 14 أكتوبر وحول الجيش لصالح الجبهة القومية. محمد البطاني، محمد عبد الله البطاني، رجل عظيم ورجل دائما ابتسامة ورجل موقف ورجل مبدأ، ما زال موجودا. لقد كان حسين عرب في هذا المصاف، لكن المرء حيث يضع نفسه. اليوم يتحدث عن أبين وكأنه مغترب، لا يعرف من الذي قاده. طبعا أنا قلت أنه رجل بحجم عبد ربه منصور هادي الذي هو الرجل الآن علي عبد الله صالح في هذه المرحلة، عبد ربه منصور هادي من أبين، الرجل الذي لا تغريه السلطة ولا تغريه الثروة، قال: أنا أطالب بتفويض ولا أطالب بالنقل. قالوا له: ليش أنت نحن مكناك ونعمل؟ قال: ما هيش القضية قضية تمكيني، القضية قضية مبادئ وقضية أخلاق، قضية مثل. أنا لا أستطيع أن أعمل ولا أقوم بالدور الذي كان يقوم به علي عبد الله صالح. يعني رجل عظيم تأتي إليه السلطة فيرفضها ويقول: سنعمل معا وسنعمل لمصلحة هذا البلد. هؤلاء الرجال هم كلهم من أبين. نحن نشعر بالاكتئاب والحزن على علي عليله، لماذا وضع نفسه في هذا الموضع وهو رجل كبير ورجل مثقف ورجل يركزوا رئيس المجلس العسكري ويرجعوا يلقطوا المجلس العسكري، وظهر بدله علي محسن. يا أخي هذا رجل عظيم، ما الذي وضعه في هذا المكان الصعب؟ لكن مع ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى جادة الصواب. هو طبعا يعني رجل صواب ورجل كلمة ورجل موقف، لكن مدري إيش الذي حصل له هذه المرة. هو حسين عرب، حرام إنهم كانوا يصلحوا وزراء، صح ما أصلح، هذاك نبعده من الداخلية وندي له وزارة ثاني، وهذاك نبعده من الدفاع وندي له وزارة. يعني علي عليه ولا يرد أحد،
يعني رجل طيب فاتح أبوابه لكل الناس، يعني يصلح وزير، بس وزير في حالة اتصال وخدمات مع المواطنين. يعني أنا أقول إن أبين أيضا أنجبت عدد من الضباط، سأتحدث عن بعضهم. الذين وصلوا في بداية المطاف اللواء الركن فيصل رجب قائد اللواء 119 الذي كان في مقدمة الفاتحين في زنجبار، هذا من أبين. هم يقولوا هذا حقنا، يقول أنا ما أنا جنا حق الشعب، لا أنا حق علي محسن ولا أنا حق علي صالح ولا أنا حق الشعب، حق الثورة، أنا جندي من جنود ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. من الذي معه ورقة إنه يملكني؟ لست عبدا لأحد. هذا رجل عظيم قاتل ووصل فعلا إلى منطقة زنجبار وقدموا شهداء. طبعا نتكلم عن اللواء محمد ناصر أحمد. اللواء محمد ناصر أحمد هو من قاد المعركة بحكم دوره ومكانته وزير دفاع، ولم يقول إنه حق أحد، يقول أنا أقود جيش الجمهورية اليمنية، ما عنديش تصنيفات ولا تأويلات، أنا حارس للشرعية الدستورية، من يصل عبر الصندوق سنقف إلى جانبه. هذا رجل عظيم ومن أبين. اللواء وزير الدفاع يعني هو من محافظة أبين. إذن أبين التي طبعا كان في محافظة أبين رجال، لكن حدثت معهم انتكاسات لن نذكرهم لا بالسلب ولا بالإيجاب، احتراما لمحافظة أبين هذه المحافظة الأبية التي يعني حققت هذه الانتصارات. طبعا مهدي مقولة هو قائد المنطقة الجنوبية وقائد لواء من ألويات القوات المسلحة، هذا أيضا من الذين شاركوا في المعركة في هذه الحرب. سالم قطن نائب رئيس الأركان وقائد العمليات المتقدمة، طبعا هذا مش من أبيان، هو من شبوة، لكنه أيضا قائد من القواد الذي صنعوا هذا النصر. والذين صنعوا النصر هم محمد الجرباني قائد اللواء 201 ميكا، وناصر عبد ربه الطاهري، وقبلهم محمود الصبيحي هذا أيضا قائد اللواء 201 ميكا. شوف هؤلاء كلهم شاركوا في هذه المعركة، كلهم شاركوا في هذه المعركة، لأن المعركة ليست سهلة وليست بسيطة. يعني أقول عنهم اللواء محمود الصبيحي قائد اللواء 201، العميد ركن ناصر عبد رب الطاهري قائد اللواء 39 ميكا، العميد ركن محمد الجرباني قائد اللواء 201 ميكا، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، قادة الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب وكل وحدات الدعم والإسناد، العميد المسمري قائد اللواء 111 مشاة. هذه الكوكبة كلهم شركاء في هذه المعركة، وكما قلنا إن فيصل رجب واحدا منهم. نصل إلى ذلك الرجل الذي صمد صمود الأبطال، إلى الصومالي، هذا القائد الفذ الذي لو كان استسلم كما استسلمت قوات علي محسن في صعدة لكان كل الألوية حدت عدوه، سلموا أسلحتهم وروحوا. قد يقول لك علي محسن هذا حقي، لو كان حقك كان سلم سلاحه للقاعدة زي ما عملوا هذولك الذي في صعدة وسلموا أسلحتهم للحوثي. يا أخي لا تتملك بالناس. هذا صمد ثلاثة أشهر متتالية، ثلاثة أشهر متصالية، قدموا 90 شهيد وما يقرب من 600 جريح. اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع أجمل عدد الضحايا، يعني عدد الشهداء في هذه الحرب، ب230 شهيد ومئات الجرحى. إذن هذه حرب
ليست سهلة وما زالت قائمة ومستمرة، وندعو كل هؤلاء القادة بأنهم يمارسوا فعلا بقية المهمة، يستكملوا مهمتهم، لا يتوقفوا هنا أو هنا. ندعي وزير الدفاع وندعي قائد المنطقة الجنوبية وندعي بأن يواصلوا السير في هذا الطريق حتى يجتثوا هذا التنظيم الذي فعلا يريد أن يقيم إمارة إسلامية، وربنا يستر. نحن نقول هذا الكلام ولا شك بأنكم تعرفوا منهم القاعدة، ولكن لا نكرههمش، ندعي لهم بالهداية. يا إخواني ما يش داعي للقتال، المعركة غير متكافئة، يعني هذه القوات كلها ستحاربكم. أخرج من هذا بأن قواتنا المسلحة جيش 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر واثنين وعشرين مايو صنعت هذه الملاحم البطولية التي سنبقى نفتخر بها جيلا بعد جيل. لا ينبغي أن نخضعها للملكية خاصة ولا للحسابات الخاصة. هذه القوات مهمتها حماية الشرعية الدستورية، وليس لها دخل في معترك الأحزاب. الأحزاب تتصارع على السلطة، وإذا دخلت هذه الأسلحة طرف من أطراف الصراع على السلطة بدأنا فعلا في المحظور. أنا هنا سأقرأ عليكم بعض العبارات وأرجو أن تستوعبوني. يقول المفكر العظيم جوزيف أديسون: عندما أنظر إلى قبور العظماء يموت بداخلي أي شعور بالحسد، لأن هذا العظيم الذي هز الدنيا، يعني كم عظماء في التاريخ، هتلر كان واحد من العظماء، نابليون بونابرت، يوليوس قيصر، أين هم بالقبور؟ شوفوا، عندما أنظر إلى قبور العظماء يموت الحسد في داخلي، ما عاد أحسدوش، لأنه في النهاية بيموت، وبتساوي أنا في القبر، بقبر واحد. وعندما أقرأ العبارات الجميلة المكتوبة عليها تذوي بداخلي الرغبات الجامحة. شوف اليوم عندنا رغبات جامحة كثيرة، لكن تذكروا العبارة الجميلة التي تكتب على قبور العظماء، وقولوا يا رب لابد نحاسب أنفسنا قبل أن ندخل في كوارث، مصيرنا هنا، هذه الحفر مصيرنا. لماذا فعلا نتقاتل ونقتل ونسرق وننهب ونقوم بهذه الأعمال التي لا تخدم، لا ترضي الله ولا ترضي الشعب؟ عندما أرى عيون الآباء تقطر حزنا عند القبور ينفطر قلبي تعاطفا معهم، وعندما أرى قبور الآباء أنفسهم أفكر في عدم جدوى الحزن على هؤلاء الذين سنلحق بهم سريعا. شوف إيش قال: في البداية تعاطف مع الآباء وهم يبكوا، وبعدين شاف قبورهم وقال ليش نحزن، مصيرنا إلى هذا الطريق لأننا سنلحق بهم عاجلا أو آجلا. يعني الإنسان عندما يخطط، عندما تأخذ الدنيا يشتم لك كل شيء ويستخدم كل شيء، يجد نفسه لا ينظر إلا أن الموت هو الحصاد النهائي. يعني هنا طمع، ليس لطمع الدنيا الإنسان حدود، وليس لجشع الإنسان حدود، لكن لو ينظر إلى ما بعد الموت بيراجع نفسه يا أخي. ويقول أيضا: وعندما أرى الملوك يرقدون جنبا إلى جنب مع هؤلاء الذين أنتزعوا منهم الحكم، شوف اتصارعوا وتحاربوا وتقاتلوا وبعدين يرقدوا جنبا إلى جنب، هذا ملك وهذا ثائر كان ضد هذا الملك، إذن يرقدوا جنبا إلى جنب، لماذا نتقاتل؟ ويقول أيضا: وأرى المتنافسين أو الرجال الذين قسموا العالم بسبب أفكارهم وأثاروا به النزاعات يرقدون جنبا إلى جنب، أتدبر بحزن ودهشة المنافسات والصراعات والمناظرات بين أبناء الجنس البشري. هذه طبيعة بشرية، لا يوجد صراع في العالم كله إلا على ثلاث عوامل: الناس يتصارعوا على السلطة، يتصارعوا على الثروة، يتصارعوا على القوة. إذن هذا الصراع الذي له بداية وليس له نهاية لا ينبغي أن نستخدم فيه كل ما لدينا من الطاقات. ويقول أيضا هذا الفيلسوف العظيم: وعندما أقرأ التواريخ المختلفة المكتوبة على القبور لبعض الذين توفوا بالأمس أو الذين توفوا منذ مئات السنين أفكر في يوم القيامة حيث سنحشر جميعا. هل فكرنا في يوم القيامة؟ إذا كنا اليوم لا نخاف، معنا دبابات، معنا صواريخ، معنا بوازي، ما
ولا عند هذولك الذي يجلس يخطب يخطب لما يخليك تقطر عرق من الخوف، وبعدين تجده عامل بازوكا يقتل من مكان إلى مكان. يا إخواني هذا حرام، هذا ما يجوز. إخوان المسلمين يجب أن يكونوا أشد الناس خوفا من استخدام السلاح ومن استقبال العنف. اليوم السلاح يستخدم في تعز، يسلحوا الشباب ويخلوهم يقطعوا الطرقات، يسلحوا الشباب ويخلوهم. أمس كان شغل المحافظ مارين، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أختلف معك في الرأي، لكن حريتي تنتهي حيث تبدأ بالتصادم مع حريتك. الآن ننتقل إلى شبابنا، إلى المعتصمين. أقول إن الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات أوشكت أن تصل إلى 9 أشهر قاب قوسين أو أدنى. هل هناك اعتصامات في العالم كله استمرت هذا الوقت كله؟ شوف تحولت هذه الاعتصامات، ويجب أن نعي هذا كيمنيين، تحولت إلى تدمير لكل ما بنينا. ندمر مؤسسات الدولة تدميرا حديثا ومنظما، ندمر سيادة القانون وقدسية الدستور، ندمر ما لدينا من الجامعات والمدارس، وبالتالي نعطي الأساتذة إجازات. يعني يروح يعتصم ولا يروح معه شغل خاص؟ قال لك أنا كنت معتصم اصرف لي مرتبي. يا أخي حرام عليك، أنت أستاذ حاسب نفسك درس الطلبة، سير اعتصم بعد الدوام. لكن الطلبة اديت لهم فسحة يخرجوا يعتصموا، والطلبة حصلوا فرصة ما يشوش يدخلوا امتحانات ولا أبغض مرحلة للواحد منا هي مرحلة الدراسة، يشتي يتسرب بأي طريقة. لكن عندما تقول له في اعتصامات يقول لك هذا عذر، يعني هذا عذر كبير، وأنا بالتالي بحاجة إليه. اليوم يقولوا هذا الكلام وغدا سوف يندمون عندما تضيع منهم سنوات هي من أعمارهم. المستشفيات، الأطباء تحولوا في العيادة، أينهم قالوا في العيادة الميدانية؟ أينهم قالوا في الساحة؟ أينهم الأطباء قالوا في العيادة الخاصة؟ يا إخواني حوامل، يعني لا يوجد أطباء في عملية الولادة في مدينة الولادة تحصل. أطفال يموتون من عدم وجود العناية الطبية. مستشفيات شبه خاوية على عروشها، لأن هؤلاء أين هم؟ قالوا عندنا في وزارة الإعلام عدد كبير 30 واحد كلهم خرجوا بالساحات. الحقيقة أنا تعصبت معهم وأقنعت الإخوة في وزارة الإعلام إن حنا نعطي لهم مرتباتهم، لأن عندي مثل قائل قطع الرأس أهون من قطع المعاش. وقلت للأخ الوزير يا أخي الوزير نحن اليوم في موقع المسؤولية، وغدا الجماعة بيطردونا وبيبدأوا أول حاجة يقطعوا معاشاتنا، يجب أن نعيد لهم مرتباتهم. طيب هذا إعادة المرتب لا يعني أنهم سيبقوا في حالة تفرغ دائم. الآن سنبدأ مرحلة جديدة هي التقييم. من أراد أن يعود إلى عمل يجب أن نعطي له عمل، يعني يجب أن نفتح للناس باب التوبة، باب المراجعة. ما نجيش نقول له هذا قد وكذا، ما خانش، هو تحمس خرج هذيك اليوم لما شاف في ضحايا وفي أشياء، لكن علينا فعلا أن نراجع. وزارات تجي لها خاوية أينهم؟ قالوا صاروا يعتصموا ويعتصموا 24 ساعة وما عبوش دوام. أين وزارة الخدمة المدنية قالت 99% الحضور؟ يا إخواني هذه 99% هي الذي أشقبت البلاد والعباد. هذه 99 يجب أن نحذفها من قواميسنا في الانتخابات، في الدوام، في تطبيق برنامج الرئيس، في 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 لا نكون يعني نخدع المسؤول الكبير، نديله يعني أنا يعني شتي أصلح نفسي وأقول إنه كل الناس صلحوا نصهم الساحات. روح شوف الخيام بالنهار ما بوش إلا حاجة بسيطة، هم يقول لهم الجمعة يصلوا، دحين هم يفرضوا في شارع 60 يفرضوا المنع على الصلاة في كل الجوامع إلا بساعة 60، والناس يروحوا يصلوا وصوروهم، وقاعت الجزيرة وصورتهم. أرسل لي الشلفي قال له قل له عبد القندي إن نهايته قادمة وإنني سوف أحاكمه وسوف وسوف وسوف، يعني مع باقي اللي قال إنه سيعدمني. هذا صحفي مراسل قناة الجزيرة، قناة الجزيرة التي تزعم بأنها قناة الحرية، يهددني إنه بيحاكمني وبيقطع رأسي. يا إخواني عد بقي هناك يعني معايير للديمقراطية ولحرية الرأي، أو أنه قال له ما بوش دولة
واحد آخر يقول مع باقي اللي عبد الجندي، هذا صاحبي سلطان العتواني، الله يسامحك يا سلطان العتواني ابنه مع باقي اللي أنا. والدولة هذه ذوى يعني بعسكر لا يحصي عددهم، يعني عدد الحصى والتراب موجودين في كل، وعاش الفنين اللي أنا أتكلم وأنا صاحبك. ما عبد الملك المخلافي هذا كان الطفل المدلل لفخامة الأخ الرئيس، حرام إنه كان منشار ذو أربع اتجاهات، يأكل من عند الرئيس، ويأكل من علي سالم البيض، ويأكل من عند القذافي، ويأكل من أين الثالث؟ من سوريا، ويأكل من صدام حسين، واليوم يقول العودة إلى التفويض وقاحة. يا رجل تحدث بلباقة، هذا صاحبي ناصري يا أخي، ما هو كلف الله عشان يدوله منصب؟ عاد المنصب حق المجلس الوطني، هو بقايا مجلس وطني، عادوا مجلس وهمي، ما قدوش مجلس سلطة. وذا حميد الأحمر قال لهم شوفوا هذا 50 اسم ضيفوا لهم للمجلس الوطني بعد الذي غرقوا، بدل الجنوبيين، بدل ما نجيش جنوبيين ولا نجي أصحاب صعدة ولا نجي حوثيين، وإلا حرام لقطع عليكم المصاريف. فكروا، قالوا يا جماعة ادعوا للرجال، شو عمل بناء مشكلة؟ قال لهم فلستوا الشركات حقي والبنوك وانا اصرف عليكم، واليوم قدكم تجزعوني خلف الشوخ. الشيخ حميد الاحمر حفظه الله لازم يراجع نفسه يا اخي، لا يلعب بثروته، هو يشتي يكون رئيس. شوف الان يعني عبد ربه منصور هادي لو ما قبلش التفوير، من الذي سيكون رئيس بدل علي عبد الله صالح؟ شوف كم يا رؤوس، محمد سالم بس ندول هذه المره ما عاش الدقوش لان المره الاولى زعل مني، لكن قد الدولة ما هو يعني هو أقول طيب، لكن الدولة واحدة من الأسبرطيات المترجلات، يقولوا بأنه في إسبرطة كانت المرأة قوية شخصية، كانت تقول لابنه خذ هذا النعش وعد محمولا عليه وليس حاملا له، المشهور حورية المشهور، هذه المتحدثة الرسمية. نرجو منها إنها تكون تراجع محمد سالم باسندوه لأنه بعض الأوقات ينسي، وتقول له عندما يدي كلام قارح تقول له لا ما يجيبش هذا صاحبك علي عبد الله صالح، هذا ولي نعمتك، ما يصير استقمال هكذا، يعني يخبط لك من حميد الأحمر كما خبط، لكن يعني عليك إنك يعني لا تهين الرجل ولا تسأله ولا تعمل ما مش ما يدعو إلى هذا. أنا أعود فأقول الجامعات أغلقت أبوابها سنة كاملة وحرموا الطلبة من الدراسة، المدارس بعض المدارس ما عشان ما يزعلش مني، ما هذا يا أخي عبد السلام القوفي وأنا صاحبه وصاحبي، لكن يعني شوف عصوارة حرام مع بقي مسؤول إلا هو الشكابي عنده على ما قلته معكم هنا. يا أخي أنا راجعتك يا عبد السلام ما قلتش إنك أنت خاطئ ولا تكلمتك بشيء، يعني ما هذاك الله يعني عصوارة، أمانة إنه عصوارة، يجزع باليوم 30 مقيال. عبد الجندي يا أخي أنا ما قلتش خطأ، أنا راجعتك، امسك المدرسين وخليهم يرجعوا داخل التربية والتعليم ويستلموا معاشات ويشتغلوا، نصهم بالساحات، نصهم أصبحوا يحملوا سلاح يقاتلوا، امسكهم وإلا وقف مرتباتهم واتخذ إجراءات بحقهم. أنا أحبك يا عبد السلام القوفي وصاحبك، وأنت ما تخزنش، وأنا ما أقدرش قريبة أبعدك من مسؤول لا مسؤول. الله يعني أقول بأنه الاعتصامات لا تعني قطع الطرقات ولا قطع أنابيب النفط ولا الغاز ولا الديزل، لأن المزارع تغلق، المصانع تغلق أبوابها، وبالتالي يتحول العمال إلى احتياطي عمل، يعني هنا عندنا يعني عمل يعني عمال في حالة بطالة. البطالة أنواع، إذا كانت الحكومة تستحمل وتدفع فلوس بتصل مرحلة مش قادر تدفع المرتبات. الاعتصامات أثقلت على الناس، دمرت الحياة، دمرت المواصلات، دمرت الخدمات، ورجعنا إلى عصر الحيوان، عصر الجمال، عصر الحطب، عصر 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 الظلام، الكهرباء كل ساعة، كل واحد يجي لك وقطعه، يعني من هنا هذا قال لك من المشترك، من هنا هذا قال لك من الإصلاح، من هنا هذا قالوا سارق، يعني شوف المهم يا أخي يعني هذا سادة الفوضى 9 أشهر صمدت اليمن لأنها شهدت انتخابات ديمقراطية. هؤلاء الذين يقدموا هذه التضحيات ويدفعوا قيمة الدبة 4500، ليش؟
ما يشجع خروج الظاهر، لأنهم انتخبوا علي عبد الله صالح وعارفين إنه هذا مش من عند علي عبد الله صالح ولا من عند حكومة مقور. 3500 يقول لك هذا. شوف الشعب واعي، الشعب واعي. لو الشعب اقتنع بأن الحكومة تعمل هذا الكلام حرام لا خرج كما تخرج العصاوير، وخلي الدولة تنتهي في لحظة. لكن الشعب عارف، عارف من الذي يخطط لهذا. يا تجمع يمني للإصلاح، خليك تجمع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، كن عقلانيا ولا تحمل السلاح، كن عقلانيا ولا تقطع الطرقات، كن عقلانيا ولا تعتدي على الجنود والضباط، لا تهدد العساكر بالقتل. لا شوفوا مصر عندما الأمن مش قادر يتخذ قرار، يعني أمريكا تحركت والعالم كله على السفارة، لكن يتقاتلوا بينهم بين يدمروا مواردهم، يقول احتجاجات سلمية. شوف ايش حصل في بريطانيا، يعني كلهم بيتحاكموا الذي جننوا زينا وغرقوا يعتدوا على الناس ويعمل. يا اخواني قال لك الحسم الثوري الان ننقله الى المديريات، ننقله الى الحارات. هل بقي هناك عقل؟ تريد ان تحكمني او تقتلني؟ تريد ان تحكمني او تقوعني؟ شل لك نص الحكم؟ لا انت بحاجه تقوعني، ولا انت بحاجه تظلمني، ولا انت بحاجه تقطع علي الماء والكهرباء والطرقات. شل قدر الرئيس يقول لك شل لك نص. ما تجيش تحاور الرئيس، حاور النائب لقد عنده تفويض من فخامه الرئيس. على الدول الكبرى ان تنظر الى وضع اليمن وان تكون مواقفها متوازنه، لانه عندما تقول احتجاجات سلميه على حق وهي 9 سنوات مع يعني 9 أشهر مش قادرة فعلا تحقق أهدافها، إيش معنى هذا؟ إن الشعب لا يريدها. وبالتالي ما نحن مع الديمقراطية يا أخي، سننقل السلطة إلى الديمقراطية خلال شهر، خلال شهرين، خلال 3، لكن بانتخابات. أما هذا لي وهذا لك وسهام، ما يساهموش الناس رئاسة الجمهورية. يد ناس يعني يدي لك قسم شرطة، يدي لك وظيفة، يعينك وزير، يعينك، لكن يدي لك رئيس جمهورية بكلمة يعني بطاعة الله وطاعة الوالدين؟ لا، هذا حق الشعب. الشعب هو الذي ينتخب، هو ينتخب أعضاء مجلس النواب، هو ينتخب رئيس الجمهورية، هو الرئيس موافق على هذا الكلام. ما الذي بقي عند هذا الرجل حتى نشقوه؟ بقايا النظام، بقايا الأسري، بقايا علي محسن لا أمس هو أخو علي عبد الله صالح، واليوم النظام الأسري يجب أن يرحل، النظام اليسري يجب أن يقفز. يا شيخ، يا لواء علي الله يحفظك، يا لواء علي الله يحفظك، هذا زي عيالك، عدهم لا افسدوا ولا ارتكبوا حماقات ولا عملوا اي شيء، ليش هكذا انت متسلط عليهم؟ ما هو سبب يعني النقل الفوري للسلطة؟ هذا صاحبك جلس له 33 سنة وهو تارك لك السلطة بلا قيود وبلا حدود، لماذا انت مستعجل على السفراء؟ انقلوا خلاص فوضوا. يجب ان تكون مع التفويض، ويجب ان تكون مع الحوار، ويجب ان تكون مع لم الناس، ويجب ان تكون مع يعني مع الديمقراطية. هو شوف في رسالة منه أنا سأضطر إننا أقرأها. قال للرئيس: أنا أتفق معك في كل شيء إلا في قضيتين، الحكم المحلي والديمقراطية. شوف، لا يخلونا ننزل هذه الرسالة للصحفيين، لا نزايد على بعضنا البعض ونقول إننا أكثر ديمقراطية. مشكلة الرئيس علي عبد الله صالح إنه صمم على الديمقراطية، صمم على الحكم المحلي، صمم واليوم يدفع الثمن. ومع ذلك هو بيختار انه يخرج من السلطة، وهو يعني مصر ان الشعب هو الذي ينتخب، ولا فعلا يبقى في السلطة، وبالتالي يساوم على الديمقراطية، يساوم على الوحدة. اليوم العطاس يقول: يا اخواني خلونا نسقط علي عبد الله صالح، هو رأس البلاء. بعد ما يخرج علي عبد الله صالح الانفصال بيجي، بعد ما يخرج علي عبد الله صالح الدولة الحوثية الزيدية بتجي. يشوف هذا الكلام خطير، يعني شوف الآن هم ملتقوش إلا على حاجة واحدة، هي اسقاط علي عبد الله، وبعدين منو يحكم؟ لا يحكم حميد، ولا يحكم علي محسن، ولا يحكم عبد الملك الحوثي، ولا يحكم. يا أخي اليمن بتتمزق، بتصبح دويلات. العطاس أفعى أمس يعني تلحوس ويقول لهم: لا 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 لا، نحن مع الثورة عشان نسقط الرئيس، لكن حسابنا نحن جنوبيين وقت ثاني، بعدين بعد ما ينتهي الرئيس. إذا انتهى الرئيس بيحصل فراغ وتحصل إشكالية. لا تفكروا إنه ستبقى وحدة والاستبقاء ديمقراطية، ستزق اليمن يعني في حرب طاحنة. حافظوا على هذا الرجل العظيم ولو رمزا للشرعية الدستورية، قولوا كلمة حق إن علي عبد الله صالح
هو في عهده عرفنا هذه التبدلات كلها. لكن أن نقول أنه سيء 90%، يقول لك أنه كارثة على الشعب اليمني. إيش كان فيه الشعب اليمني قبل علي عبد الله صالح؟ لابد نكون صادقين. نحن رجال الصحافة نقول فيه له أخطاء، فيه له إيجابيات. كل إنسان ليس هناك إنسان كامل على الإطلاق، وليس هناك إنسان ملاك، لأنه بين الملاك والشيطان يوجد الإنسان، مزيج من الملاك ومزيج من الشيطان. أنا أطلت عليكم إطالة كبيرة، لكن أناشد أبناء الشباب في كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأقول لهم إنكم إذا كنتم أصحاب مطالب وتريدوا بناء دولة النظام والقانون، عليكم بالديمقراطية. عليكم اليوم الرئيس علي عبد الله صالح هو الوحيد الذي يمكن يعمل كلام بدون رغبة في الاستمرار. علي عبد الله صالح سئم السلطة، مل السلطة، ما عاد له مصلحة لا يجمع زلط، ولا عاد له فائدة لا يملك، يعني رجع من قلب الموت. ولذلك هو سيكون مع الفقراء، سيكون مع المستضعفين، لأنه قرب أصحاب القروش المنتفخة وما حصد منهم إلا الويل والثبور وعظائم الأمور. وعلينا أن نقول كلمة ولو نقرب ولا هذه الفترة القليلة، وبالتالي هو بعشت الشحش. وأنا أشكركم من أعماق قلبي وأفتح مكانكم باب الحوار. حمود بن نصر، نبدأ بحمود بن نصر، الأستاذ حمود بن نصر، الأستاذ الكبير حمود بن نصر. وراجع لنا يا أخي عبد الله غراب، هذا شمات شنو نعملوا على الشلفي بعد قد ايه يعني؟ يلا لا ما نجر جسيك. إذا يا أستاذ دعنا نعود إلى العملية السياسية في ظل التوترات الدولية القائمة في صنعاء وفي تعز بشكل حاد جدا. ربما أن المواطنين في هذين المدينتين يضعون أيديهم على قلوبهم خشية تندلع الحرب في أي لحظة. فأقول بانتظار العملية السياسية التي كانت قد انتهت من قرارات